السلام عليكم متابعين قناة جمال القفطان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن احوالكم ان شاء الله. وانتم كتشوفوا معنا الفيديو ديال اليوم، في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم واحد التشكيله رائعه من جلابه دو بياس، جلابه كريب، والقميص ديالها كيكون موسلين مطروز. كما كتعرفوا اليوم دابا حنا في واحد الجو اللي هو بارد واللي كنخدموا فيه جلابه ديال البرد ديال الشتاء، ولكن هاد التشكيله هذه فيها واحد الموديلات رائعين اللي ما قدرناش انا نتسناو، فضروري ان نشارك معكم كل جديد سواء في جلابه البرد ولا في جلابه ديال الطرز والرباطي والراندا. هاد الموديلات اكيد غادي ان شاء الله غادي يعجبكم، فما تنساوش انكم تدعمونا بلايك وتفعلوا زر الاشتراك الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالنا، لاننا كنحاولوا دائما نجيب لكم الجديد. وشكرا بزاف للناس اللي تابوناو معنا جداد واللي كيدعمونا دائما بتعليقات ايجابيه، شكرا لكم بزاف ونتشوفوا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.